بعد أسابيع من الإحساس بالأمان بسبب عدم وجود حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، واقتصرت العدوى على الموجودين في مراكز الحجر الصحي فقط، عدنا لنسمع من جديد عن حالات اكتشفت موجودة في الريف وانتقلت العدوى إلى العديد من الأشخاص. رح نحكي أكثر عن الموضوع وعن المستجدات. معنا الدكتور وائل الدغلي، رئيس برنامج التثقيف الصحي في مديرية صحة دمشق، لحتى نحكي أكثر سوا ويجاوبنا على بعض التساؤلات. صباح الخير دكتور صباح وائل. صباح الخير، أسعد الله صباحكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا عم نحكي مثل ما قالت ليا انه في حجر بمناطق عم بيحكوا عم ينتشر الكورونا عنا، مو مثل يعني بالفترة الأولى، هل نحن مقبلين على جائحة جديدة للكورونا ولا لا؟ حقيقة الوضع الراهن. يعني الحقيقة نحن ما خلصنا من الجائحة الأولانية لحتى يعني نخشى من جائحة جديدة. نحن كنا دائما نذكر إخواتنا المواطنين انه نحن لساتنا تحت خطر الوباء وتحت خطر انتشاره. ما خلصت جائحة أولى لحتى ندخل أو نخاف من جائحة ثانية. كنا نحن ملتزمين بالحجر كتير الصحي، ملتزمين بموضوع التباعد من قبل المواطنين. هذا الشيء عطانا كتير نتائج حلوة يعني، وصارت عدد الحالات كتير بسيطة وقليلة. بعد فترة نحن خففنا الحجر نتيجة عدم وجود حالات جديدة بالقطر، فصار في نوع من التراخي الشديد والتهاون من قبل المواطنين، صار تظهر الحالات ما اكثر من اول. نعم. هذا الشيء يعني اللي الواقع كلياته بشكل مختصر وصريح. يعني مثل ما قلنا الجائحه الاولى لساتنا نحن ضمن الجائحه الاولى، ما خلصت لا موجه اولى ولا جائحه اولى ولا شيء، نحن لساتنا ضد، بس كنا نحن ملتزمين وكان في اعداد قليله. هلا مشان هيك عم نسميها الجائحه الثانيه، لانه هلا عم بيكتروا الاعداد. تمام. يعني خلال فتره قصيره كل يوم والثاني عم نسمع انه فيهم بهالمنطقه كورونا، زاد عدد الكورونا عنا يعني بسوريا، مشان هيك نحن سميناها الجائحه الثانيه. صحيح صحيح. هو يعني فهم خطا او هي انه نحن وقت خففنا اجراءات الحظر يعني انه خلص انتهينا او هي، فصار في تهاون وتراخي شديد يعني من يعني نفسهم المواطنين نحن يلي كنا عم نلاحظ التزامهم وتحملهم الموضوع بشكل جيد، لقينا انه صار في تراخي كثير كبير من عندهم، وبذلك بلش تظهر الحالات بشكل اكبر. نعم دكتور وائل، يعني بعد التراخي وارتحنا لانه كانت فتره كثير صعبه، صرنا نسمع بوجود حالات قادمه من الخارج مخالطه الى ناس جديده. خلينا نحكي انه اليوم قديش مهم انه نحن اذا سمعنا باي عارض من عوارض كورونا انه نحن لوين نلجأ، لمين نبلغ، كيف نعمل احتياطاتنا لنكون اكثر تصدي ووعي لانتشار فيروس كورونا. تمام. نحن يعني من ضمن دائما النصائح والتوجيهات اللي تصدرها وزارة الصحة، غير موضوع الوقاية من موضوع التعقيم والتباعد وتنظيف الإيدين المتكرر، انه مجرد ما ظهور حالة او عرض عند اي مواطن او يراجع المراكز الصحية التابعة لنا او حتى المشافي الحكومية اللي هي مستعدة لاستقبال اي حالة مشتبهة بالكورونا. مثل ما قلنا نحن دائما بنذكر انه الاعراض هي الحرارة بشكل رئيسي، قد تترافق بسعال او ضيق تنفس، قد لا تترافق بسعال او ضيق تنفس، في عندنا موضوع الوهن او التعب العام، هدول الاعراض الثلاثة الكبار يلي ممكن واحد اي مواطن شعر فيه يراجع فورا، لانه في نحن عندنا اطباء وفرق مختصه بهذا الموضوع، حيصير في عنده نوع من الاسئله ونوع من الفحص، فنحن اذا توجهنا انه هي حاله مشتبهه او حاله يعني توجهنا الى كوفيد 19 حناخذ نحن مسحه ونتاكد بالتحليل المخبري. طيب هون خلينا نحكي عن المسحات، يعني احيانا كثير عم نشوف اول مسحه عم تكون انه ما في كورونا، ثاني مسحه عم يكون في كورونا. تمام. او بالعكس صحيح، خلينا نحكي عن هي الظاهره او يعني نتنور اكثر، كيف بتتم المسحات وليش اول مسحه يمكن ما تبين ويمكن يكون في ويمكن بعدين ينشف؟ هلا اي تحليل مخبري خاصه جايين من الخارج، صحيح، اي تحليل مخبري له معيار اسمه الحساسيه. بمعنى يعني انا اذا جبت 10 مصابين بالكورونا متاكد انا انه مصابين وعملت لهم هالمسحه، في 7 منهم حيطلع مزبوط معي بالتحليل، في 3 ما حيطلعوا، لانه مثل ما قلنا حساسيه هالاختبار بتساوي 70-80% من المرضى اللي معرضين له. هي الحساسيه موجوده بكل الاختبارات
يعني كل الاختبارات المخبرية بالعالم كلياته لأي مرض مقرونة دائما بنسبة حساسية، يعني دائما في عندهم سلبية كاذبة بنسميها، إنه أنا جبت مريض مصاب بالكورونا عملت له المسحة طلع معي سلبي، هذا سلبية كاذبة. لذلك نحن وقت كنا عم نستقبل ناس قادمين من الخارج ويدخلوا على الحجر الصحي ولو عملنا له المسحة وطلعت سلبية، نحن دائما عم نوصيهم إنه يكملوا الحجر الصحي بالمنزل، لأنه ممكن تكون سلبية وهو بالعكس عنده موجود. بين المسحة الأولى والثانية قد ايه وقت المفروض؟ هلا نحن ما بنعمل مسحة ثانية إلا إذا كان المصاب أثبت إنه في عنده المسحة الأولانية إيجابية، بنعيد نحن بعد 5-6 أيام لنشوف إنه صار عنده شفاء ولا لا، يعني لساته عم ينشر الفيروس ولا لسه ولا توقف عن نشر الفيروس وصار من الشوفين. الدكتور مثل ما حكينا الأعداد مثل ما عم نعرف إنه زادت، العالم بلشت تخاف، في حال زيادة العدد شو هي الاحتمالات والإجراءات اللي ممكن كل شخص وعائلته إنه يتصرفوا فيها ليقوا نفسهم من كورونا برأيك؟ هلا نحن يعني عم نقول إنه بغض النظر عن عدد الحالات، يعني أنا كإنسان عندي عائلة عندي كذا، أنا ما لي علاقة بعدد الحالات اللي عم تزيد، أنا لازم التزم بالإجراءات اللي والنصائح اللي عم ننادي فيها. بس هلأ رجعت الحياة النظر. يعني رجعت الحياة تمام. رجعوا مثلا الأطفال يجتمعوا مع بعض، رجعت الألعاب، يعني كل الأهالي يعني بعد هالحجر بدهم يطالعوا أولادهم، يعني كيف نحن فينا نحمي أطفالنا أولادنا وعائلتنا تمام. من هالموضوع؟ النصائح العامة والإرشادات اللي عم ننصح فيها بخصوص الكورونا هي تفيد بجميع الأمراض تقريبا، لذلك لازم تضل هي كثقافة يعني مجتمعية عند كل المجتمع. نحن لازم دائما نعلم الطفل أنه مثلا يستعمل المنديل، ما يحط أي شيء بتمه، إيده ما يحطه بتمه غير بعد ما يكون غسلة، وهي بالنسبة للأطفال. بالنسبة إلي كمان نفس الشيء، أنا لازم حافظ على التباعد المكاني بيني وبين المتحدثين، يعني ما بيصير متحدث قدامي على بعد مثلا ربع متر وأنا متوقع أنه ما أنصاب إذا كان هو المصاب. فهي الأمور هي دائما مطلوبة بغض النظر عن عدد الحالات، يعني لازم نحن نلتزم فيها، وكنا بالفعل ملتزمين فيها وقت ما كان عندنا حالات يعني مثل ما قلنا 10 و20 وكذا، بحالات معدودة جدا كانوا المواطنين ملتزمين وفعلا الحالات كانت قليلة. بس هلا وقت صار في عدم التزام وفي تهاون بهذا الموضوع صار الانتشار أكبر. يعني نحن من الملاحظات نحن اللي شفناها هذا إنه كنا وقت نلاقي حالة مثبتة يعني تطلع إيجابية نروح نشوف المخالطين ناخذ مسحات من المخالطين، نلاقي مثلا عندنا واحد مصاب يعني ينعدى منه أو اثنين. هلأ إذا بتلاحظوا أنه المخالطين بالعشرات اللي عم ينصابوا، دليل أنه هنن هالناس ما عاد التزموا حتى بين بعضهم ضمن هالعائلات أو ضمن هالتجمعات، ما عاد التزموا بالنصائح، فصار واحد عم يعدي مثل وتعرفوا الحالات، يعني الأمثلة واضحة بمنطقة الريف بفترة العالم ملت عشرات بفترة العالم ملت وطلعت خلص تعبت داخل أو تمام. طلعت وصار في تجمعات وكذا، الله يحمي الكل يا رب تمام. دكتور خلينا نحكي عن وسائل النقل، هي الظاهرة يلي الإنسان دائما بيضطر أنه ياخد وسيلة نقل عامة لحتى يروح على شغله، ولكن من أول ما انطلقت باصات النقل الداخلي والصرفي زادت الحالات وزادت العجقة، يعني حتى لو في كمامة أو كفوف عم يقعدوا فوق بعضهم عم نشوف هاي الظاهرة بشكل كتير كبير وما عم تخف أبدا. يعني أهم شيء وسائل النقل هون قديش هي أكثر عرضة لنقل الفيروس، حتى صاحب وسيلة نقل ما بقى هتم بتعقيم أو بأي شيء تمام. همه يمكن يطلع عالم زيادة، يعني المشكلة نحن أنه يعني في أوضاع اقتصادية ضاغطة، صعب يعني أنا أقعد مثلا يعني مثل بيعها كلام أنه لازم كل وسيلة نقل يكون في تباعد متر بين كل راكب وراكب، هذا الحكي مو منطقي صح. بس أنا يعني علميا وقت يكون هالراكب هذا أو اللي عم يستخدم وسيلة النقل أو أي مواطن دخل بإزدحام محافظ على حاله، مستخدم كمامة، ما بيحط إيديه على وجهه أو أنفه وعينه تمه بشكل غير محسوس أو ما حاسب، هذا الشيء بيوقيه يعني بنسبة 95%. فيعني نحن بالنسبة لنا في عنا وضع اقتصادي، وسائل النقل بالأصل كانت مزحومة ولهلأ مزحومة، ولا يمكن أنه نحن نختصرها أو نقلل عدد الراكبين، بس على الأقل وقت يطلع ياخذ وسائل الوقاية الفردية حتقل نسبة العدوى بنسبة كبيرة كتير كتير صحيح. فلذلك هذا الشيء عم ندعو له نحن، ومثل ما قلنا نحن دائما عم نحاول ببرنامج التسقيف الصحي عم نحاول دائما نعلم المواطنين أو نعلم المستهدفين على وسائل تكون بالمتاح بالمتناول
رخيصة الثمن يعني ممكن تطبيقها. أما أنا أقعد أقول مثلا أخفوا وسائل النقل العامة، خففوا عدد الركاب، شغلة مو سهلة يعني ومو منطقية. أكيد دكتور، كثير عم نسمع أنه مثلا طلع لقاح للكورونا بهذا البلد وبهذا البلد، يعني شو رأيك أنت بهالكلام؟ هل في لقاح للكورونا ولا لسه؟ يعني المشكلة موضوع اللقاح، اللقاح شغلة معقدة جدا. تمام. واللقاح عادة يجرب أوقات سنوات، أوقات عشرات السنوات لحتى يثبت فعاليته، وتثبت يعني كمان أنه ما بيأثر أو ما مضر يعني سلامته. فلذلك أنا بظن أنه يعني اللي عم ينتظر اللقاح بده ينتظر فترة طويلة كثير لسه بعده قيد التجريب، لأنه يعني كلها تجريب، ومثل ما قلنا نحن بناخد يعني بنعمل تجارب يعني طويلة الأمد. يعني أنا شو بيعرفني هذا اللقاح قديش بيعطي مناعة؟ هل بيعطي مناعة شهر أو شهرين أو سنوات؟ فلذلك أنا لازم يكون عندي مثلا دراسات، في عندي متطوعين عم أفحصهم سنويا لحتى مثلا نثبت أنه هذا اللقاح. شو بيعرفني أنه اللقاح هذا سليم؟ ممكن اعطيه لواحد ما يعمل له اضرار اكثر من المرض نفسه. مثل ما هي كمان بدها دراسات، مثل ما حكوا على الاسبرين انه هو كان علاج للكورونا. تمام. منظمه الصحه العالميه كمان نفت هذا الشيء، يعني كل فتره بيطلع بخبر، كل يوم عم يطلع شيء. هلا نحن دائما وقتها يعني نتهاون او صرنا نتهاون شوي كثير بنقول ايه الحق على كذا، الحق على كذا، دائما نحن بنلوم الجهات الحكوميه، خلينا نقول خليهم يرجعوا الحق. خلينا نحكي اليوم دوركم بوزاره الصحه باطلاق برامج تثقيفيه وخاصه بالارياف بما يخص كورونا وغير كورونا. اليوم على ارض الواقع ميدانيا كيف عم يتم تثقيف الناس بشكل اكثر وموسع اكثر؟ هلا نحن انا يعني عم بتحدث باسم مديريه صحه دمشق، نحن من اول ما بلش الوباء حاولنا نحن ننشر المعلومات الصحيه اللازمة. استخدمنا وسائل الإعلام مثل ما شفتوا حضرتكم وغير قنوات، استخدمنا وسائل الإعلام المسموعة الراديوهات، طلعنا صرنا شخصيا يعني على الأسواق على الأفران، وعنا نحن كثير يعني صور وأفلام للناس متفاعلين معنا. يعني نحاول ننظم الدور من قبل ممرضاتنا والأطباء تبعنا اللي ببرنامج التثقيف الصحي. حاولنا جهدنا كثير ننشر المعلومة بشكل جيد، والحمد لله مثل ما قلنا بالبدايه كان في يعني كان في جديه بالموضوع من قبل الجمهور، يعني اخذوا الموضوع بجديه جيده جدا، وانعكس هالشيء على عدد الحالات مثل ما شايفين. بس هلا التهاون اللي صار كمان انعكس على عدد الحالات، وشفتوا التزايد اللي صار. صحيح. واليوم خلينا نركز على نقطة أثناء الحجر الصحي، كيف عم يتم تثقيف الناس المخالطين للعالم اللي جايين من الخارج أو يلي جايين من الخارج؟ يعني شفنا كتير فيديوهات انتشرت، حالات من الملل، حالات من أنه لا أنا ما معي شيء، بس أنه لا المفروض تضل بالحجر الصحي، لأنه لكن النتيجة كيف شفناها. تمام. على الناس المخالطين كانوا او المصابين او القادمين من الخارج وعلى عائلاتهم، يعني وقت تيجي تزورهم بالحجر الصحي اليوم، نحن كيف كنا نثقف الناس بهذا الموضوع؟ كيف نعطي هي التعليمات للحد من انتشار الكورونا؟ تمام. هلا انا من يعني من جمله الامور اللي هي عم حاول، يعني انا مستلم مركز الحجر بمطار دمشق الدولي، وعم نحاول دائما نحن اي حدا وافد ودخل لعنا على هذا مركز الحجر نعطيه معلومات عامة. مثل ما قلتي حضرتك فعلا يعني عندهم كان قناعة مؤكدة وشبه راسخة انه ما عندهم شيء هن، وبالفعل وقت تطلع عنا حالات إيجابية ينصدموا يعني، وبلشوا يزعلوا الناس اللي كانوا حواليهم اللي كانوا عم يعملوا جلسات. يعني احنا طبعا بالحجر الصحي بنمنع العالم انه تعمل جلسات، انه انت بالحجر الصحي مفروض تلتزم بغرفتك، اذا بدك تطلع لحالك تطلع بكمامه احنا نتفاجئ اوقات يعني مساء او ليلا يكونوا عاملين جلسات نسائيه، اوقات جلسات رجاليه يعني رجاليه طبعا مشان ما فوقت يتفاجئوا انه هي مثلا اللي طلعت ايجابيه انا قعدت عند معها اربع خمس مرات وكذا. فهون المشكله، عم نحاول نحن نثقف بشكل جيد جدا لهدول الناس اللي دخلوا على الحجر، بس مثل ما قلنا القناعه الراسخه انه انا ما عندي شيء. يعني في ناس لهلا مو مقتنعين انه الكورونا مثلا ممكن يظهر ب 80% من الحالات بدون اي عرض. تمام. انه انا بس مجرد معي كورونا عم ننشر هالفيروس هذا، فهو يقول لك انا ما عندي شيء، ليش لا هي طلعوني
عملوا لي مسحة كذا، بعدين وقت بيتفاجأ وتطلع المسحائي وينتقل من مركز الحجر لمركز عزل. يعني مركز العزل هو المركز للحالات الإيجابية. فيعني سبحان الله قديش في يعني بوستات وقديش في معلومات، ومع ذلك في ناس لهلا يعني بيقولوا لك الكورونا كذبة، كذبة أو بيقولوا بشهر واحد كان بشهر 12 وواحد كان عنا وانتشر انتشر وراح وراح هيك. طبعا يعني هي إحدى النظريات يعني ما ثبت لسه صحتها، ولكن ولنا متأكدين منها يعني، ويمكن ما بظن إنه صحيحة يعني. أنا ما أكيد. خلينا نحكي نصائح أخيرة. هلا النصائح الأخيرة، أنا مثل ما بنرجع مرة ثانية بنذكر نحن مرقنا بفترة شهر عسل مع الوباء إذا بدنا نسميها يعني. شفتوا نحن حالات يعني حتى صارت تذكر صحف أجنبية إنه كيف تعاملوا مع هالموضوع، وشلون مثلا إن من رغم الحجر الصحي إنه صار في عندهم سيطرة على الوباء، لأنه فعلا نحن أخذنا إجراءات شديدة وإجراءات يعني قوية، بس كان في عندنا نحن وعي من المواطنين يقابل هالإجراءات، كان الوعي شديد واضح يعني، ونحن رصدنا مثل ما قلنا حالات كثير كثير من الجدية بالتعامل مع الموضوع. وقت صار في تخفيف، والتخفيف صار نسبة لأنه عدد الحالات قليل وصار أنه في ضغط اقتصادي على أغلب الناس، تراجع هذا الوعي، صار في تهاون أكثر، صار في تراخي، هذا الشيء اللي ورطنا وصار يظهر في أعراض كثير. فأنا بدعو مرة ثانية أنه يعني ينظروا نظرة الحكيم المواطنين هدول، ويشوفوا أنه هن وقت التزموا نحن كنا مرتاحين، وقت صار في عدم التزام وتراخي صار في تزايد، ونحن نتأمل يعني إن شاء الله يعني ما تزيد العدد كبير كثير كثير، ويصير عنا نحن خلخلة بنظامنا الصحي بمشافينا وبمراكزنا، ونصير نحن عاجزين مثل باقي الدول يعني. دول كبيرة يعني عجزت ووقف نظام الصحي أو شبه نهار. صحيح. دول عظمى إيطاليا أمريكا يعني تماما وقف عندها عجلة يعني الحياة وبالحالة الصحية يعني. شفنا أعداد هائلة من مشافي يعني عجزت أحيانا، ومثل ما قلنا يعني صاروا يختاروا مين لازم ندخل ومين ما لازم ندخل ومين ممكن يعيش وممكن. فهذا الشيء يعني طبعا كثير مؤلم وسيء، ان شاء الله ما نوصل احنا لهالمرحله. ان شاء الله في رح يكون في حجر او حظر في الايام القليله. هلا كثير في اشاعات ولكن احنا دائما يعني بناخذ المعلومات الصحيحه من الجهات. يعني هلا انا بذكر دائما انه الحجر الصحي اللي او الحظر اللي بنسميه الحظر يلي بنطبقه على هذا مو نابع لا من راي شخصي ولا من رأي تجريبي ولا شيء، هذا يتبع معايير. يعني نحن وقت كان في تعنقد، نحن بنسمي تعنقد وقت تظهر مجموعة حالات ضمن فترة زمنية واحدة بمكان معين، أي وزارة صحة بالعالم والإجراء الصحي المعتمد أنه نحن نعمل حجر لهالمدينة هي أو لهالحي هذا أو لهالناحية، ونحن ساويناها بعدة نواحي بريف دمشق. فنحن الموضوع الحجر هذا مقترن بعدد الحالات وتوزع جغرافي بالقطر، إذا صار في تزايد لا سمح الله كبير وتوزع كبير حنرجع للحظر الجزئي، إذا صار في أكثر مما نتوقع بيصير حظر كامل. يعني الموضوع ما في لا رأي شخصي ولا ارتجالي ولا تجريبي، معايير عالمية وعم نتبعها نحن. صحيح. دكتور وائل نحن كتير بدنا نتشكرك وشكراً لكل الجهود المبذولة من أجل صحة كل السوريين. شكراً كثير لكم. شكراً لكم. شكراً لكم، يعطيكم ألف عافية والله يحمي الجميع يا رب.